لو تلاقي وحجري سيدا تصير القوم جزء كوا سيدا بقول يتمنى سيدا بقول يتمنى بحال لو جزء كفا سيدا 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 با وحي كشي كيان دولو بالريب بن العباس عباسيين تو إري حلقا دور دونتا إلعي دونتا إبا ما دونتا حلقا با لقاري دولو بالريب بن العباس ويبا كعيسا ويسيح لميسا ورهب سيدين كيان يري الله إبا نو وحيوريو وحي الله إبا شير ريب بن العباس دولو عباسيين تو حلقا إبا ما وحي الله إبا إذا حدثناكم بشيء هذا هو حديث شيخ فكان كما نقول صان نريء النقض فقولوا صدق الله ورسوله إلى رسولك سرون بشيء عندها كو تهوى لقرتين وإن كان بخلاف ذلك صان نريء الشيخ نسي عنين هذا النقطنا فقولوا صدق الله ورسوله إلى رسولك سرون بشيء عندها الشيخ عندها توجروا مرتين لو سر باجر الإنسان صدرت من علوم الوضي كاملها بارنت نوات كيسان واي وكانتي المدد كان اثنى عشرية ذا كبحه وزيدية النقضة الجسد السليمانية الجريرية من كطائفة الشيخة النقضة وحوله من كاسسي يمسو قوريين خلقا وحسو قورينا ايا من كلا يرادو القمي المقالات والفرق صفحية فضواتنا يا سيديد ايان دو وقت فرق الشيعة كل لحين يافر يا لحين يشان وحي من كاسو حجري إن أئمتهم لما أحلوا أنفسهم من شيعتهم محل الأنبياء من رعيتها في العلم فيما كان ويكون ayno markaysasiyeen darajo ay ka jawaan shiicadooda darajada nabiyada oo kaleeto oo waxa soo socoyo wixii hore dhacayo dhan wax ay ku gaanayaan wal ikhbar bima yakunu fi gad wax barid dhac doona inay ka waranay karaan wa qaru li shiicatihim ay ku jiraan kadib innahu sayakunu gadan barri waxa dhici doona wa fi gadri al ayami wa ay tagay kada wa kala saasa dhici doonta dhacdayna fa in jaa dalika shay ala ma qaluhu sayidheen hadu jimaado قالوا الله رب حيكون لهذا ألم نعلمكم ثم أن الدين شيء إذا ويسنا ذكر أن هذا يكون إنه لعدونا فنحن نعلم من قبل الله عز وجل الله وأن نوشى يا مرك ما علمة الأنبياء أنبياء وحي وغاني الله وأن نوشى وبيننا وبين الله عز وجل مثل تلك الأسباب حريرك النبي كد حيي إله وكال عمنا أنا قد حيي وإن لم يكن ذلك الشيء الذي قالوه وحي الشيخان هدو دعوا أنه يصل على الكوتي وحوليه أنه يكون على ما قالوه هذا يدعو السيد هان قالوا للشيعة وحقود هان بدال الله في ذلك فلم يكون إلا يهرنك الله مناطوس وبحضي ومتو تشيتي هوري الشيعة ويساكا بعد عيام بير بكو حين وحن وحوها الله وحن عقوشة تذكر الله يا ريا وحن كوشة يرون هدون لغو يسولوه إلهي بانا نحرر الله يا حياة هدون لقوم الله ما يعني بين مشي يقيني إلهي بيس بدلوه ولذلك بوسليمان بن جرير كتاكي مذهب كوده مركز هو حجري أري تاريخ هو يسوع جوريين يسلم صدر هذا صوص شغني وحلي هاي هذا كان صوص على إن إما الرافضاتي لما كان رافضا إما ضاره وضعوا لشيعتهم مقالتين لما أري بيوسمين يلا بعقيدة يوسم يودتيين لا يظهرون معهما من أئمتهم على كذب أبدا لا ناس يوم ذي سنة ولي قد إمام يضع يشوخ وبين لهم قبان كرو ولي قد بين يشقل ذي شيئا لو قبان مايو وحلو هما القول بالبداي وإجازة التقية إلا قبان شيئا وحاد خميسان تهينا ويوبان نيين ووحي اللي قرنوا يا تقية كبان شيئا بهيد بدحيا يا البداي وحي بلانا يقاين السعو وين إلهي بيس بدلي بهيد حيا بي ولي قد بين لهم قبان مايو وحلوه الله ولا عرموت بين طوضين يقريان طوصة مستين بليه وحار رأينا كسو قبا قبايو عقيدة ذا حقيقة تمت ما اللي سكأل اللي فيون سميال كليك سو جيدا نص بان الدين أخري كتاب قرآن ما كان الدين أخري إذن كأي سبر بردي ما رب ورك قرآن الدين شيء دونا كتاب كبايبل كاه قلت عهد القديم قلت اسمه اللي يرادو التوراة بوي اللي يرادو يهود في ميسانتا وحاقو قرآن قلت اللي يرادو سفر الخروج فصل كصدن يلا بعض آيات الغلبية طبعا يعفر يطبعا ايو كوا كالو بدا ايو سفر قيت الان سفر التكوين فصل كالليحات آيات الشانات كسفر التكوين بانين اخرية دقيست فرأى الرب انه كثر سوء الناس على الارض فندم الرب خلقه الانسان على الارض وتنكد بقلبه وقال الرب لامحون الانسان الذي خلقته عن وجه الارض الى انسان كو ابوري كذب وها حباتودو يو ظلم غريبات كذب كشلاي انا دي موسى لوين سوما
روضات الجنان أما جنات جزء كافر اللحين يتضلع هذين قال قال بسم الله الحمد لله أرنت كتابك السليم بن قيس لابد رواية كلية هيدو شاكدو باللوبة هيد سفي عن لو موينين ولا مواسعين كده وحي من قرنك سيدة هذه قرنك أفراد الشيخ شيوخ ذو كمبيرا اللي إلى القمي تفسير القمي نكي يسكالها كتابك سيدة تفسيركو آدو حوغب وحيي آيدا وعيد قرآن ويسي ناسبين تقويين سنة تقويين آيدا سنة لا قويسي آيدا وكو صدرا مكو تفسيرك لحظة مريم هذا كتابك يوحون نقضي أصل أصول التفاسير تفاسير طبعا يسرع أصل يهو أبا ما هو أبا ليري كذب قداشي وحي من أرده يسي محمد بن يعقوب الكليني الكافي كتاب قوي مستحسن كتب طولة بقاسو كتاب كيسي آد وحي ورب وحي الشيخ النار حكم رعبين كليني ثقة الإسلام كتاب كيسي أصول الكافي بوحو تفكسي قرآن كي إن قيب بذن لقوين وقرآن كان قرآن كي إلهي سود جي ومن أصنحين كتابك وحال لغو أبا القدي إنو النقوة أصح الكتب عندهم كتابك مستحسن كتابك وحا قري كذب وحل نكا وحلوا ذاقي صدحن ومعاصرين لها وقت لنا ولا العياشي كتابك تفسير كعياشي هذا كسر هذا اللي فرات ابن إبراهيم تفسير كيس تفسير فرات اللي يلاهدو إيوه النعماني محد رهن النعماني كتابك يسأل الغيبة اللي يلاهدو أو كتبته هو وين قاكو قيبة لبو كميديا كتاب الله علي كتابك القرآن هو محرف مال كرح الله كتابته هو وين بالغدرة كذب وحايمد شيخي حلو قيس الشيخ هو أفر بقول طبعاً كود انتي صدحي طبعاً انتي قول إلى هذا المفيد كتاب كيسا وائل المقالات بوحه وكل إيهي حسو قوريي نمانك الشيعة اللي إلى هذا إنه كو إجماعين وهالقف وخلافي وسنشرين كتاب كان قرآن كان محرف يهي وسنكي إلهي صحاهين وحلو الشيعة يدوي كو إجماع ذي أرنتاس لابيسكم ديدان وقورما هجره أفر بقول يصدحي طبعاً مكا هيد بود انتي وهذا بياقه قرنك سدحات يهران ذي قرنك أفراد وي شيكادو قرنك مالا يسامرك واقعان شون هذا ما أريمان عمرك يدعان وحبا كشف مي مجتبولك هورا سربا يهيدو هوستا اللي سيكد يبيي واركي وابنانك وصوا بحي تلحين نقطة طلابين لغا قادو أفرنين علومة ذي كميدة حل يغاة شوكتي بايري وابن أناك مقام نقطة محرفين ويه ونافر علمه هو وين يكتب القيمة هكذا كمدة وهكذا نك اللي راهدو ابن بابا ويه نك اللي يراهدو شريف المرتضى نك اللي يراهدو الطوسي ينين اللي يراهدو الطبرسي أفرتنين ديدي بي يجي علمه دو دي سكو قصدين أفرتنين محيو ديدي ما كدا عبا نصدد كي حبابين ايان يجي سكو قصدين مد وحان يديه لها منهاج لما ورد ليري شيعاده وحن وي انكرسنته وي ديدنته لاك كمان ما قالو بسو كو دعدي مساله غارون كجوابي دونا وي هدي الله يرا وحا ان شيخ دونا دن مخاي بعد انكران مخا فنين ان انكران بين كو شيغان ان الهي ugu dhawaada man ina cadeyn doona qola waxay yiraahdeen culimadoodi kamid ah afartaanin daacad kama ahayn waxay qabaan quraanka ki ilahay inuu sanahay way qabaan لكن قل يهان صندي هبابينيين وقبار علا وقبيين فقل علماء ذو ذو وينها كتبت هذا كقري بحال يريد محا عدينا وحيلا لمحا عدينا وارنت عن عدينا هاينا انتو ذا متكفتوه كميدا كتاب كروه وليهي وارنت كل شيء انو كتاب كتاب كلاه وزنهين كتبت لعنو نقولنا ابن بابا ويهنين كالإلالة وكواد وشيخ المحدثين الإمام الصدوق ايدهان كلا صدح كتابه أوليه هاي بالله نغلي صدح كتابه حالي لهذا الخصال الأمالي يا ثواب الأعمال أنك سوى قالنا ثواب الأعمال صفحة بقصدنا يا سلالات وحوكها لهاي أجرك أوليه هاي ثوابك أوليه هاي من قرأ سورة الأحزاب سورة الأحزاب منك أخرية أجرك يا ثوابك هلي وكها لهاي فقال بما ما 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 لن ما نسه أريد أن سوى سعودي إن سورة الأحزاب فضحت نساء قريش من العرب وكانت أطول من البقرة ولكن نقصوها وحرفوها سورة الأحزاب هؤلاء قريش عربات بيسوع عيتو بنانك سعودكتي
سورة البقرة يلا كدريت لكن وين الجابيين وين الليحيين آيات كذا دوي بدري.